هكذا تبدو أسواق الحديدة الشهيرة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. كساد تجاري وفقر أقعد المواطنين عن شراء احتياجاتهم الرمضانية مع استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية نهب رواتبهم ومدخراتهم. الآن ندخل بقى مشرف، ترى الباعة الشراء أصحاب اللحوح، أصحاب الخضرة، أصحاب الفل، أصحاب الكادي، أصحاب الأدوات المنزلية، أصحاب العطور، تلاقي ما إيش ما تريده وتشتري ما تريده قبل حلول إيش رمضان. هذا كان فيما سبق، كان قبل إيش انقلاب الحوثي. الآن تلاقي الأماكن فاضية. فأسواق باب مشرف والمطراق والصبالية والحي التجاري والسلخانة وشارع صنعاء تبدو فقيرة كئيبة، لم تعد نكهة رمضان عابقة بنكهات البهارات والمواد العطرية التي يقبل السكان على شرائها في مثل هذه الأيام منذ أن صيرت ميليشيا الحوثي الإرهابية كل شيء إلى رائحة الموت والبارود على امتداد 8 سنوات من اجتياحها للحديدة. لا تدخل الميليشيا الحوثية إلا وتغيره، بدل من روائح البهارات وروائح الجميلة التي يشمها الناس أيام رمضان أصبح الآن رائحة البارود ورائحة الألغام المنتشرة الآن، رائحة الدماء. مشاهد الألم والحرمان تحيط بمعالم الحديدة وتعرش في حدقات الكبار والصغار على هيئة فقر ذابح. وحدهم قادة ميليشيا الحوثي الإرهابية من تخر إلى جيوبهم وأرصدتهم الأموال الخاصة والعامة، بينما يهوي قرابة 3 مليون نسمة إلى قاع الفاقة والمسغبة والمجاعة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.